يقول: أخي هداه الله عرق لأبي، وأبي ينهاني عن صلة أخي، كيف أتصرف؟ تصرف بالنصيحة لأخيك والإصلاح بينه وبين والده، ولا تقطع الصلة مع أخيك ولو قال لك والدك لا تواصله، هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مقاطعة القريب معصية، لكن عليك بالصلح بينهما، الإصلاح بينهما والمناصحة. نعم.